أحسن الله إليكم سماحة الوالد. وهذا يقول: هل من توجيه لطلاب العلم حول العمل بما علموا والدعوة إليه والصبر على ذلك؟ لأنه أصبح البعض منهم يرى المنكر ولا كأنه يعنيه، علما بأن الأمة بأمس الحاجة لمن يرشدهم ويأخذ بأيديهم، وهل لهم أن ينعزلوا عن عامة الأمة؟ أمر بالمعروف والنهي عن المنكر حسب القدرة. قال صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، إن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. ولا بد في الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر من أمور: أولا العلم، يعلم ما هو المعروف وما هو المنكر، ما هو الحق وما هو الباطل، يكون عنده علم لئلا يحرم حلالا أو يحل حراما وهو ما يدري، لازم يتعلم. الأمر الثالث، لا بد أن يكون عنده حكمة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يتنزل مع الناس درجات حسب حالتهم ويتدرج بهم شيئا فشيئا، ما يجيهم بغتة ويجيهم بهجوم، إنما يأتيهم بحكمة. قال الله جل وعلا: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. يكون عنده طريقة شرعية في الدعوة والجدال والموعظة، أو كل يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. الأمر الرابع أنه إن كان له سلطة يغير باليد، وإن لم يكن له سلطة يغير باللسان، وإن لم يكن له سلطة ولا لسان يغير بقلبه، ينكر بقلبه. اتقوا الله ما استطعتم. نعم.